السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. كيف ما عودتكم دائما البساطه في يعني في الاطباق ديالي او في الوصفات ديالي، غدا نقدم لكم ميروندينا سهله وكتجي خفيفه اقتصاديه. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. المقادير ان شاء الله غادي تلقاوهم مضبوطين في صندوق الوصف. الا كنتو مازال ما مشتركينش في القناه، كنتمنى انكم تنوروني فيها. وما تنساوش البنات اللايك، اللايك دائما كيف ما تنقول لكم، ما تنساوش اللايك. والا عجبتكم عجبكم الفيديو ايضا تبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم، ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. وهنا كيف ما عودتكم على الكيكات ديالي اللي وليت كنحضرهم في الخلاط الكهربائي، غادي نجيبوا المونينيكس، غادي نديروا هنا 3 ديال البيضات يكونوا دائما يعني بدرجه الحراره ديال المطبخ مع قبصه ديال الملحه دائما باش يطلع لكم الكيك ديالكم ويجي خفيف. خليوا البيض يعني يبقى ياخذ الحراره ديال المطبخ. عندي هنايا كاس من السكر سنيده حبيبات، يعني السكر الخشن. عندي هنايا واحد ساشي ديال الفاني، سكر الفانيلا. المقادير غادي تلقاوهم مضبوطين في صندوق الوصف. عندي هنايا كاس ديال الحليب، كتجي غزاله هاد الجينواز، كيجي خفيف بزاف البنات. عندي هنايا كاس ديال الزيت النباتيه، نفس الكاس اللي عبرت به يعني السكر وعبرت به الحليب. غادي ايضا هنايا ندير غادي ندير هنا الدقيق تقريبا هنايا واحد الكاس ونصف، يعني تقريبا انايا 3 البيضات كندير لهم كاس ونصف ديال الدقيق، عفوا البنات. عندي هنايا كاس ونصف، وعندي هنا ايضا جوج خمارات يعني جوج صاشيات ديال الخميره. هاد العبار دائما البنات راه تيوزن كاس ونصف ديال الدقيق. نضيف هنايا خماره جوج، هنا تقريبا 16 غرام من الخميره الخاصه بالحلويات. وغدا نخلط هنا الكل جيدا، يعني ندرب مزيان حتى ينسجم ليا باقي المكونات. خلطوهم مزيان. الطريقه ديال الكيك كتجي البنات يعني خفيفه وتتجي يعني هشيشه، وواحد القوام تيجي لهداك الكيك ديالكم كيجي غزال بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه، وما تنساوش تخليوا لي التعاليق ديالكم البنات، راه كيهمني رايكم دائما في التعاليق. هنا غادي نجيبوا واحد اللاطه، غادي نديروا هنايا البابي كويسون او لا دهنوا المول ديالكم بالزبده والدقيق. غادي نجيبو شي مول يكون هكايا كبير، انا درتها في لاطا ديال الفران اللي تنطيب فيها الخبز. غادي نخوي هاد الخليط كامل ديال الكيك. كيف ما شفتوا القوام البنات، يعني شوفوا القوام كيفاش داير ديال الكيك. وغدا نوزع انا هاد الخليط كامل يعني في واحد الطبقه اللي تكون متساويه، يعني حاولوا انكم تشكلوه، ماشي ضروري انكم توزعوه على المول كامل، المهم ديروا واحد الشكل هكا اللي يكون مربع. كيف ما شفتوا غدا نوزعوا يعني بواحد الشكل اللي يكون هكا متساوي. حاولوا انكم تديروا كيف ما قلت لكم الشكل ديال المربع، واخا ما توزعوهش على المول كامل، المهم نتوما شكلوا هذاك المربع، وهو راه غادي ياخذ الفورمه اللي غادي تشكلوها عليه صافي. وتحاولوا انكم تضربوه هكايا باش يخرج هذاك الهواء او دوك الفراغات اللي كيكونوا مازالين ما عمروش هكا باش يتقاد لكم صافي. وغادي ندخلوه الفران مدة ديال الطياب تقريبا نصف ساعة حتى 25 دقيقة، والفرن ايضا يكون يعني درجة حرارة 170. كيف ما شفتوا معايا هذه هي الجينواز، كتجي خفيفة البنات بزاف بزاف. هنا غدا نقطعها، نحاول انني نقاد الشكل ديال
ديال هاد الجينواز ديالي، نزيل هذاك الزوائد اولا دوك الجوانب نقادهم، وغادا نقسمها هكا من النص ديالها. انا درتهم بحجم يعني شويه كبير، يمكن لكم نتوما تصغروا هذوك القطع ديالكم، تخرجوا يعني قطع من الميروندينا اولا يعني اللي بغيتو، يعني الحجم اللي بغيتوه كيمكن لكم تحكموا فيه. يعني انا درتهم بهذا القياس تقريبا، خرجت أربعة ديال الميروندينات. يمكن لكم نتوما تصغروها البنات، يعني تديروا الحجم اللي بغيتوا، تحكموا في الحجم كيف ما شفتوا. الجينواز كتجي خفيفه بزاف بزاف. هنايا البنات كان عندي انا هذا الكريم شونتي مع الملون الغذائي، اخر مره استعملت حضرت معكم واحد الكيك يعني جينواز، درت فيه هنايا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الجبن السائل او الكريمي جبلي. يمكن لكم هنا ديروا الفرماج يعني قطع، يعني فرماج مثلث مع هذا الكريم الشونتي الا كان عندكم طبيعه الحال. يمكن لكم هنايا تستعملوا غير الشوكولا الا بغيتوا تعمروها بالشوكولا. صافي غادي ندوب الشكلاط مع معلقه ديال الزبده، وغادي ندهن هذا الكريمه ديالي على الكيك او الجينواز كيف ما شفتوا بهذا الشكل. كتجي واحد الكريمه خطيره، واحد المذاق ديال الفرماج مع الكريم شونتي كيجي يعني شي حاجه غزاله بزاف. هنا يمكن لكم ديروا غير الشوكولا عوض ما ديروا هاد الكريمه، تستعملوا غير الشكلاط اللي بغيتوا البنات. انا مهم شي حاجه حتى شي حاجه ما تضيع، درت هاد الكريمه هكا عمرت بها. صافي وكديروا بهذا الشكل. انا غدا نستمر معكم حتى نكمل هاد القطع اللي عندي ونعاود نتلاقى معكم البنات. وهنا كيف ما شفتوا البنات راه ذوبت الشوكولا ديالي وجبت واحد البابي كويسون اللي غادي يدخل هنا. يمكن لكم ما ديروش هاد القضيه، ما تستعملوش هاد الطريقه، يعني توضعوا هذوك القطع فوق شي شبكه اولا فاش غادي تسقطر هذاك الفائض اولا داك الزائد ديال الشوكولا، اولا ديروا هاد الطريقه ايضا راها سهله وما تتاخذش لكم يعني ما تيضيعش لكم الشوكولات بزاف. صافي وغادي نتوضعوه بحال ما هكا بهذا الشكل البنات. كنظن الصور راها باينه، يعني كل شيء موضح في الفيديو. تحاولوا انكم تقادوا الوجه مزيان بهذا الشكل كيف ما شفتوا. انا غادي نحيد هذاك الفائض اولا داك الزائد ديال الشوكولا. صافي وغادي نغطي هذا الوجه بهذا الشكل. هنا كيف ما قلت لكم البنات يمكن لكم تحطوه فوق شي شبكه وتكبوا عليهم الشكلاط من الفوق، ولكن هذه الطريقه انا جاتني سهله واقتصاديه ايضا ما تديش الشكلاط بزاف. صافي وغادي نوضعهم على جنب حتى نكمل باقي القطع اللي عندي ونعاود نتلاقى معكم. غادي ندخلهم انا المجمد يعني واحد تقريبا 4 دقائق ولا 3 دقائق. صافي وغادي نتخرجوهم، تزولوا هذاك البابي كويسون بكل سهوله. صافي وغادي نقدمهم، خليكم معايا نكمل انا هاد القطع ونعاود نتلاقى معكم مع الشكل النهائي البنات. وهذا هو البنات الشكل النهائي ديالهم. زوقتهم انايا بالفيرميسيل ديال الشكلاط مع قطع ديال يعني هكا شويه ديال الفريز، وضفت الكريمه من الجوانب ايضا باش نعطي هذاك الغوز يبان باللي راه انا الحشوه دايراها بهذاك اللون. يمكن لكم تستعملوا ايضا كيف ما قلت لكم شوكولا عوض هذا الكريمه اللي درتها انا من الوسط، يعني الاختيار كيبقى ديالكم البنات. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، وما تنساوش الى عجبتكم تبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم، ودعموني باللايكات ديالكم البنات، وراكم ديما في البال وكنبغي نقدم لكم كل ما هو جديد.
وما تنساوش راكم ديما في البال، وبسلام عليكم.